بربي سي صغير، سمح لي لو تسمح، خاطر انا نحب ننزل الموضوع ونبسطه باش المواطن يفهم بالضبط شو نقصد، واضح. باش من نمشوش في الالفاظ الفضفاضه برشا. انا خلينا نمشيو في واقعنا بالضبط، خليني نقرا. اسمح لي بالله في بايجاز شديد جدا. هو شنو صار؟ لازم نفهموا المشهد السياسي قبل الثوره في تونس. شنو المشهد بكل؟ المشهد بكل فما طرف وحيد في البلاد مقصي من الحياه العامه. شو معناه؟ يعني كل انسان له علاقه بالتدين بصفه خاصه، لا يمارس لا اداره لا وظيفه لا تعليم لا قضاء لا امن لا اعلام حتى شيء، يعني انت حتى تجاره لا، باش تاخذ رخصه يسال، عندكش حد يصلي في العائله، عندكش علاقه بالصلاه، فبالتالي هالطرف هذا كله مقصي تماما. وكان الدخول الى كافه مؤسسات الدوله الكل من طرف شكون؟ الكلهم داخلينهم اما عن طريق الولايات للحزب الحاكم التجمع وما غير ذلك، او الاطراف اخرى اللي كانت في الفلك نتاعو الدور، وهي خاصة الطرف اليساري معروف. واليسار خاطر عنده تقاطع نتاع مصالح مع المنظومة السابقة، وبالتالي كان هناك تحالف وكان هناك تعاون مع بعضهم. وذاك علاش تلقى اليوم الأطراف هذه بكلها بين يساريين وتجمع، أي فما هناك أنت ترويكا بين علمانيين ويساريين وتجمعين. هذه الترويكا كانت متغلغلة في كافة مفاصل الدولة. سامحني اليوم أنت باش نعطيو كل واحد حقه. أي أنت تتحدث عن اليسار، اليسار كله بيطم طميم. شوف اليسار الذي اليسار كيما اليمين فيه، شوف اليسار أيضا فيه. أنا ما تجمش تجمع الناس كل فرد بالله. هنا تجبت لي نقطة، راهو غلطة عنا التوانسة نقيسوا في اليسار، نتفرجوا في التلفزه وراو في اليسار في فرنسا وفي انجلترا، نسخلوا يسار كيما بتاع تونس، ماهوش كيف كيف. اليسار التونسي هو يسار اقصائي، يرفض الاخر لانه خلفيته يرفض التدين، وبالتالي عنده قطع مع الهويه التونسيه ويرفض الهويه التونسيه، ولذلك كل من له علاقه بالهويه التونسيه يرفضه، مش كما اليسار الفرنسي واليسار الانجليزي، عندهم ثوابت الكل مختلفين متفقين فيها مع اليمين ومع الوسط، الكل عندهم خلفيه واحده ينطلقوا من الكل ويختلفوا في البرامج. اما يسارنا احنا استثنائي، وهو يسار اقصائي، يسار يرفض الاخر بل مش يرفض، يعدمه. وهذاك علاش تلقى انت لو تدخل ترجع الناس كل تعرف في الداخلية، في الأمن، في القضاء، في السجون، في الإدارة، في كل شيء، هذا اليسار هو يتحالف مع المنظومة تاع التجمع ومتاع الكل، وهو الذي كان هو اليد اللي كان يضرب بها في الإسلاميين، وكان تنكيل شنيع بكل من له علاقة بالعائله الإسلامية في تونس. سمح باش ما بعدوش عن الموضوع، خاطر هذا هو المشكل. اليوم البيت الداهنة، اليوم لما تموقع الإسلاميون في تونس وجابتهم الصناديق مش حاجة أخرى، او على الاقل طرف كامل في السلطه اليوم من الاسلاميين، اليوم هذه الاطراف تحركت. اي سي فتحي من جديد مش واضح. نعم. هل معنى ذلك انه تحب انت تعمل علاقه، خاطر موضوعنا هو الدول العميقه؟ اي نعم. تحب تعمل علاقه بين هذا الطرف وذاك؟ بالطبيعه. لان علاش كنت حبيت نوصل لك الكلمه واحده، انه الدوله العميقه قبل ما تكون اشخاص هي عقليه، فما عقليه هي عقليه انتهازيه، عقليه اقصائيه داخل المنظومه السابقه، هي اليوم قاعدة شادة الانفصال. وللأسف الشديد لم يقع التعامل، هاش قلت كان لم يقع التعامل معها. انت قلت قبيك اخي باش نغيو، لا ما قلتش نغيوها الكل، القضية قضية ايش؟ انه كل قطاع يطهر روحه، حتى الإرادة باش انه كل قطاع يمارس هذه السلطة في ذات نفسه وعملية التطهير في ذاته ما خلوش يعملها. وهذاك علاش تم التموقع من جديد من قبل هالاطراف هذه الكل ورجعت من جديد. ما تنساش حاجه، راك التوانسه ينساو للاسف الشديد، التوانسه ديما عندهم لا ميموار تري تري كورت، وانه في كل ثورات العالم من اول الدنيا فما ثوره. ما معنى ثوره؟ ثوره هي قطع مع منظومه سابقه وحلول منظومه جديده. احنا ما صارش، احنا قطع مع منظومه سابقه على مستوى الراس، ولكن استمرار نفس المنظومه لمده عام كامل تحكم، هي نفس المنظومه.